والآن نصل إلى فقرة ضيف المنتصف لهذا اليوم، وينضم إلينا من الرباط خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. أهلا بك سيد خليهن. يعني في إطار الحديث عن أزمة الصحراء الغربية، زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز أعلن أن الوفد المغربي في مفاوضات منهس خلى من وجود أي شخصية صحراوية. بداية، في تعليق مختصر على هذا الكلام وهذا التصريح، ما هو ردكم؟ ما مدى صحته في البداية، وما هو تفسيركم لذلك؟ ليس لي اطلاع على هذا التصريح الذي تكلمتم عنه. نعم، يعني سيد ولد الرشيد، يعني طالما أنه ليس لديك أي معلومات حول هذا التصريح فإنه يبقى طبعا محل جدل. دعني أسألك عما أسفرت عنه إلى حد الآن مفاوضات منهاست، يعني أكثر من جولة عقدت إلى حد الآن وليست هناك أي نتائج. هل ترون من جانبكم أن هذه المفاوضات حققت على الأقل ما يسمى ب يعني على الاختراق المعنوي على الأقل والسياسي؟ لا، يعني رغم أن هذه الجولات الأربعة لم تحقق يعني تقدما ملموسا، لكنها حققت اختراقا فيما يتعلق بالأمم المتحدة، بحيث أنه يجب أن لا ننسى بأن المندوب المبعوث الشخصي الأمين العام السابق السيد فان فالتسوم خلص إلى استنتاجات مهمة وتاريخية بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، ألا وأن لإنهاء مشكلة الصحراء يجب على جبهة البوليساريو أن تتنازل عن المطالبة بالانفصال لإيجاد حل مناسب لهذه القضية والمبني أساسا على حل توافقي، ألا وهو الحكم الذاتي. إذن يمكن أن نقول بأنه هناك تقدم تكلمت عنه وأحاطت به خصوصا القرار الأخير لمجلس الأمن 18-13 الذي يطالب الأطراف أن يتفاوضوا باعتبار الواقعية وضرورة الأصول إلى حل ممكن. لكن في مقابل هذا التقدم الذي تتحدث عنه، هذا المتقدم، يعني في مقابل هذا التقدم المغرب أعلن أنه لا يمكن أن تنطلق الجولة الخامسة من المحادثات من المفاوضات من الصفر. هل معنى ذلك أنكم تقدمتم أنتم بشروط لاستكمال هذه المحادثات المفاوضات؟ لا، يعني ليس هناك شروط، وإنما هناك كما قلت الخلاصات التي يجب اعتبارها. لا يمكن أن نضع في الجانب خلاصات المندوب الممثل الشخصي السابق الذي أشرف على القضية طوال 3 سنوات واتصل بالأطراف وتفاوض مع الأطراف وأشرف على 4 جولات من المفاوضات وخلص إلى نتيجة مهمة، ألا وهو الطريق الذي يجب سلوكه لإيجاد حل، وهذا الطريق مبني أساسا على ضرورة أن تتخلى جبهة البوليساريو عن المطالبة بخيار الانفصال. إذن المغرب يطلب فقط أن كما يطلب المجتمع الدولي أن تدخل المفاوضات في درجة من الجدية والعمق الذي يمكن من الوصول إلى حل، والحل الممكن لا يمكن أن يكون غير الحكم الذاتي. لا يوجد خيار آخر ولا حل آخر ممكن لهذه القضية، لأن كل الخيارات الأخرى تم تجربتها، ووصل الممثل الشخصي السابق السيد فان فالتسوم إلى هذه الخلاصة التاريخية التي شخصت في القرار 18-13 بالواقعية وضرورة الالتزام بهذه الخلاصات. نفيتم منذ قليل علمكم يعني بالتصريحات التي جاءت على لسان
محمد عبد العزيز زعيم البوليزاريو من أن مفاوضات منهاست خلت من وجود أي شخصية صحراوية. هل تنفون علمكم بما تقوله جبهة البوليزاريو بأن أنه لا توجد أي دولة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؟ ما ردكم على ذلك؟ لا، هذا يعني هذا كذب. يعني توجد غالبية الدول العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وماذا نقول عن الدول التي يعني جمدت اعترافها بجبهة البوليساريو أو بالكيان الذي أنشأه البوليساريو في على التراب الجزائري؟ لا، بالعكس، يعني غالبية الدول التي يرتبط المغرب بعلاقات دبلوماسية بها وتعبر عن تأييدها للمغرب في المحافل الدولية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وعلى فمقدمتها الدول العربية. لا توجد دولة عربية عضو في الجامعة العربية لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء إلا الجزائر وحدها، ونفس الشيء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ونفس الشيء في ما يتعلق بثلاثين دولة إفريقية، ونفس الشيء بالنسبة لعدد من الدول الآسيوية وعلى رأسها الهند التي تراجعت عن اعترافها السابق. نعم. ودول أخرى. إذن لا يمكن أن نقول بأنه غالبية الدول تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، لكنها تطالب بطي الملف حسب المفهوم الجديد الذي تقدم المغرب، هو الحكم الذاتي. المجتمع الدولي عموما يساند مشروع الحكم الذاتي. سيدي، وأنت رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي وهي هيئة شبه رسمية، يعني ما هي الصلاحيات المخولة لك لحل أو في إطار البحث عن حلول لأزمة الصحراء الغربية؟ كيف تراها أنت من منظورك الشخصي؟ أولا، المجلس تم تكليفه من طرف جلالة الملك في 2006 بوضع مشروع الحكم الذاتي، وفعلا وضعنا مشروع الحكم الذاتي بعد مناقشات وزيارات في الخارج للاستئناس بتجارب أجنبية، وقدمنا هذا المشروع لجلالة الملك الذي وافق عليه، ثم قدم إلى المجتمع الدولي كمبادرة الحكم الذاتي المغربية. إذن المجلس لعب هنا دورا أساسيا كممثل لسكان المنطقة، لغالبية سكان، لثلاثة أرباع سكان المنطقة. كما أن المجلس يلعب دورا أساسيا في الدفاع عن هذا المشروع في المحافل الدولية، بدءا بمجلس الأمن، بدءا بالمشاركة في الجولات الأربعة من المفاوضات، وكذلك يلعب أدوار أخرى تتعلق بالمصالحة الشاملة ما بين أبناء الصحراء، سواء أولئك الموجودون في المنطقة أو أولئك الموجودون في مخيمات تندوف، بالتفسير الحقيقي لمضامن هذا الحل، وبدعوتهم إلى انضمام إلى هذه العملية التي تنوي طي النزاعات والخلافات والمواخذات الماضية التي لم تأتي بخير على أبنائنا. سيد ود الرشيد، إذن المجلس له دور أساسي في هذا الموضوع. نعم، اسمح لي فقط أن أعود مرة أخرى إلى موضوع المفاوضات. يعني منذ فترة قصيرة أعلنت السلطات المغربية صراحة أنها ماضية وعازمة على تنفيذ خطة الحكم الذاتي، سواء أحرزت مفاوضات منهست نتائج أم لا. هل نفهم من ذلك أن هذه المفاوضات منتهية بالنسبة لها؟ لا لا لا، المفاوضات ليست منتهية، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه الأخير في 6 نوفمبر بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، بحيث أنه المغرب ماضي في المفاوضات، والمغرب هو الذي كان وراء انطلاق المفاوضات في القرار 1754 لمجلس الأمن، حينما اقترح الحل الوسط، الحل الممكن، الحل الواقعي، الحل الذي لا يوجد فيه غالب ولا مغلوب، بحيث أنه هذا الحل انطلقت على أساسه المقاربة الجديدة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبنية أساسا على المفاوضات، ولكن مفاوضات إيجابية، يعني لا تكون مفاوضات لضياعة الوقت أو مفاوضات لمطالبة بالمستحيل، وإن مفاوضات من أجل التوصل إلى ما يطالب به المجتمع الدولي
ألا وهو حل توافقي سريع يرضي الأطراف. شكرا لك من الرباط. وهذا هو المقترح المغربي. نعم شكرا لك رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء الغربية من الرباط. شكرا. شكرا.